مباراة مولودية الجزائر وأمل الأربعاء في الجولة العاشرة من الدوري الجزائري. لكي تشاهد هذه المباراة ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف في هذه المباراة ملعب استاد 5 جويلية. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تونس الساعة 4 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 5 بتوقيت القاهرة، والساعة 6 بتوقيت السعودية وقطر. مباراة اليوم سوف تكون قوية وصعبة على الفريقين، الكل فريق يريد الفوز في هذه المباراة نظرا لقوة مدرب الجزائر، ربما سوف يفوز على فريق أمل الأربعاء. فريق مدرب الجزائر في آخر مباراة فاز على فريق النصر حسين داي بحصة كبيرة ب4-1. أما بالنسبة للأمل الأربعاء تعادل مع وداد تلمسان بالتعادل السلبي 0-0. مدرب الجزائر المحتل الرتبة 6 15 نقطة، وأمل الأربعاء المحتل الرتبة 12 ب8 نقاط. نتمنى أن تستمتعون بهذه المباراة، ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم للمباراة، من سوف يفوز، هل مولودية الجزائر أو أمل الأربعاء؟